السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زهرة الصحراء. اليوم غنشارك معكم شوربة عدس، العدس الأحمر اللي هو العدس الهندي. كيف ما شفتوا كنخلط معاه بطاطا، جوج حبتين من البطاطا وجزر وبصلة تكون صغيرة. وطبعا تقدروا ديروا هاد الشوربة بلا ما تخلطوا معها الخضار، ممكن تحطوا العدس بحالو. على بركة الله غادي ناخد واحد طنجرة نحط فيها شوية زيت، والبصلة راني فرمتها ناعم، ودابا غنحطها باش تحمر لينا، باش تطلق لينا داك البنه نتاعها. دابا غنحمرها واحد الشويه، والعدس غادي نعبره بشي كاس ولا بزلافه، باي حاجه عندكم تعبروا. مثلا هذا الكاس غادي نضيف عليه كاس من العدس، غنضيف عليه 5 كؤوس من الماء. وفي حاله ما الا كان جاتنا الشوربه ثقيله شويه غادي نعاود نضيفه الماء يكون مغلي. دابا كيف ما شفتوا البصله هي تحمرت لي شويه، غنضيف الجزر ونحرك حتى هو الجزر كياخذ شويه الوقت، هو البطاطا اكثر من العدس. وغنخلي واحد 3 دقائق ولا 4، نضيف عليه البطاطا كذلك ونحرك. ومن بعد غادي نضيف عليهم الماء يكون مغلي. انا عبرت الماء وطيبته وعدفته، ما تحطوش الماء بارد باش ما يقسحش لينا الجزر والبطاطا. فهاد الاثناء ملي غنحط عليهم الماء غادي نغطي عليهم، غنخليهم يطبخوا واحد 5 دقائق، لان الجزر كياخذنا الطياب اكثر من العدس. العدس راه بسرعه تيطيب. غنخليوها واحد 5 دقائق فوق النار، والعدس راني حطيته منقوع في الماء وغسلته. بعد ما داز 5 دقائق غنضيفو على الخليط والملح، ما غنضيفهاش دابا، غنخلي هادشي كلشي يطيب مع بعضياتو. ملي غادي يطيب غادي نضيف واحد 4 معالق تاع الملح، الملح على حسب الذوق. خليتها طابت، ما كياخذش وقت كثير، 10 دقائق تقريبا ها العدس ديالنا صار جاهز. دابا غادي ناخذ الكاس تاع العصاره ونطحنوه، ولا عندكم هذاك الميكسر ولا هذا طحنوه في الكوكوت ولا في الطنجره كيف ما في بلاصتو زعما، بلا ما تعاودوا ديروه. دابا انا خلطت حطيت الخليط كل شيء في الكاس وكل شيء غادي نطحنوه، ومن بعد غادي نرجعوا الى الطنجره نتاعي بنفس الطنجره اللي طيبنا. شفتوا كيفاش الخليط جا عقد وتقيل؟ مازال خصني نزيد شويه الماء لان الشوربه ما خصهاش تكون ثقيله. فهاد الاثناء غادي نحرك مزيان، ومن بعد غادي نضيف الماء مغلي كيف ما قلت لكم، حيت الشوربه راه جات ثقيله. عبرتهم جوج كيسان اخرين، داك الكاس زدنا تقريبا 7 كؤوس من الماء، وهذه عطريه نتاع اللحم. تقدروا ديروا مكعب تاع ماجي، ولا عندكم شوربه نتاع الدجاج واللحم ضيفوها ماشي مشكل. انا درت غير معلقه صغيره تاع عطريه اللحم تتعطي البنه وداك الشيء. وكنخليو الطبخ مزيان 10 دقائق، وكنضيفو واحد 2 معالق كبار تاع زيت الزيتون كيعطي واحد البنه مزيان. كنديروش زيت الزيتون في الاول، درنا شويه باش حمرنا البصله والخضره، ودابا درنا زيت الزيتون. وغنخلي الزيت 10 دقائق صافي، وهي صارت جاهزه عندنا. وغادي نمروا الى عجينه المسمن، غنشارك معكم توا العجينه عاديه كيف ما شفتوا عجنتها خليتها تطلقات. ودابا غنديروا مسمن معمر باللحم و معمر بالكفته. ناخذ البصله نحطوها في واحد الكاسرونه تتشحر مع شويه الزيت، من تشحرنا شويه نضيفوا اللحمه مفرومه او الكفته نتاعتنا. من بعد غنضيف لها واحد المعلقه نتاع الشحمه نتاع الكلوه، هي طحنتها مزيان راهي باش كتعطينا ديك البنه. وكنضيف القزبر والمعدنوس من فوق، وغنخليهم يتشحروا لنا شويه مع اضافه الملح، الملح على حسب الذوق. ونضيف معلقه من عطريه اللحم، نضيف الفلفل الاحمر الحلو، نحركهم ونخليهم على النار. ما نخليوش النار مهيله، نخليوها عاليه. والهريسه سيارة ضفتها على حسب الذوق، اللي يبغي حار يضيف واللي يبغاش يضيف غير شويه البزار فقط. كنحرك كل شيء فوق النار راه مجهده، ما نخلوهاش منقوصه باش ما يطلقش لينا البصله والحم طلقوا لينا الماء ديالهم. في هذا الاثناء نقطع المسمن ديالنا، كنقطعه الى كويرات نخليه باش يتطلق لينا وتطلق. والحشو حطيتها راه طابت وخليتها تتبرد، ما نعمروش والعمارة تكون سخونه، تقطع علينا العجين وما غاديش يبقى ما يجيناش المسمن مزيان. خليتها حتى بردت. في هذا الاثناء دابا غادي نبدا نحط واحد معلقه ونص ولا 2 معالق على حسب اللي بغيتو. انا حطيت ملعقتين في الوسط، ومن بعد غادي نطويهم على 4
كيف ما الشر غادي نعاود نحط واحده اخرى باش نعاود نحطها في قلب منها، لان الا قرصنا هذه غادي تخرج لينا العماره، لان العماره كثيره بزاف، وكيف ما عملت ولا عملتوا هذه الطريقه غيجيكم مسمن مورق وعامر مزيان. انا حطيتها في المسمنه الثانيه، دابا غادي نجمع الجوانب تاعها ونسد ونخليها ترتاح، وغنستمر بهذه العمليه حتى نسالي كل شيء، ومن بعد غادي نبدا نطيب فيهم. غيجيو الجوانب وكل شيء غيجي عامر. دابا تشوفوا معايا المرحله الاخيره، غنبدا كذلك في نوريكم الطريقه مره اخرى. كنبسطوا هذه المسمنه مزيان، وتنعاودوا حتى هي نحطوا فيها نفس الخليط او الحشوه في الوسط. تكون العجينه نرقوها، نحاول نرقوها، راها مدلوكه مزيان وكتعطينا الطوع. ملعقتين، من بعد نطوع على اثنين، من بعد على اربعة. واخا تخرج لكم من الجناب دابا ماشي مشكل، لان ملي غادي نعاودو ندخلوها في الكويره الثانيه ما غاديش تبقى لينا خارج الحشوه من الجناب. العجينه جات غزالة طريه وسهله، كتمدد في ساعه وكتوجد في وقت سريع، يعني الوقت اللي انا صايبت فيه الشوربه راه وجدت هذا المسمن حتى هو في نفس الوقت. وفطار بسيط يعني الفطور سهل، يعني من غير تكلفه، الواحد ما خصوش يبقى يضيع يعمر الطابله من كل انواع الاكل وفي الاخر ما ياكل والو. المهم نحطو نحاولو نطيبو الحاجات اللي غادي ناكلوها ان شاء الله. والشوربه تاع العدس راه صحيه، راه معروف الفوائد تاع العدس والجزر. نتمنى انت تبارطاجيو هذا الفيديو، وراه شحال هذه ما حطيت الفيديوهات، سمحوا لي على التاخير، انا ما كنلقاش تفاعل بزاف، ولكن ان شاء الله غادي ما غاديش نياسوا، غادي نحاول نخدم ان شاء الله اكثر فاكثر. كيف ما شفتوا المسمن ها نتوما بسرعه كيطيب وكيجي مفشفش ومحمر، شفتوا ما شاء الله. انتما الجناب يبانوا لكم راه كلشي عامرين، شتو الحشوه انتما حتى الجوانب يبانوا عامرين مزيان، ما تخافوش منو. خد تعملوا العجين مرتين، ديروا الكويره الاولى وتعاودوا تحطوها في الثانيه. والطبق تاعنا صار جاهز، شوفوا الشوربه ما شاء الله جات غزاله وبنينه، جات الفطور عرفتي جات غزاله ما شبعناش منها. وتزينوها باي حاجه عندكم، ممكن تحطوا ممكن تحطوا ورق نعناع، او عندي انا الزعتر حطيت واحد الورقه الزعتر من الفوق، او الخبز المحمص حتى هو كتحطوه كيجي زوين معها. ورافقتها بدوك التميرات. ونتمنى هاد الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، ولا عجبكم بارطاجيه وشاركوا مع الاهل والاحباب. وكنشكركم على المشاهده، وما تنسوناش بالدعم وبالاشتراك وباللايكات، وجزاكم الله خير، شكرا لكم على المشاهده.